السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مسعود. تحقق دعم دولة زيزاتك قناة ار تي جي في. فهلق سوف اقوم بشرح لكم طريقة تسريع الفيسبوك. وقبل هذا ارجو منكم زيارة صفحتنا الفيسبوك والاعجاب بها. فيعني تسريع صفحة الفيسبوك في الحاسوب بطريقة سهلة جدا، يعني شرح خفيف أردت أن أشارك به اليوم. طبعا الطريقة هي الذهاب مباشرة إلى نتورك سنتر أو نتورك سيتنج، أختار أن أدخل فيها. يعني هي ليست بطريقة صعبة جدا، فسوف ننتظر أن يأتي لنا نتورك سيتنج. ثم Advanced Option. يعني إذا كان لديكم أي ويندوز آخر فتذهبون إلى يعني الخاصة بـ Network and Sharing Center، هاي عن طريق Control Panel. ثم بعد هذا سوف تذهب إلى Change Advanced Sharing Setting، عفوا ليس هنا بل التي فوقها Change Adapter Setting. ثم سوف نختار الواي فاي الخاص بنا أو الكارتريز أو أي شيء، المهم الكارت انترنت الخاصة بنا. ثم نطلع Property. ثم نختار هنا يعني بروتوكول 4، ثم هنا ننزل إلى هنا. كما ترون هذا الخاص بكم، نحن سوف نقوم بكتابة هنا 4.2.3، ثم هنا 4.2.4. فتقومون بوضع هذه الاعدادات غير مهمة، فهي خاصة بحاسوبي. طبعا انتم تقومون باختيار هذه، ثم تقومون بعمل لا اوكي، ثم هنا اوكي، وهكذا سوف يأتيكم الفيسبوك يعني أكثر خفة. فسوف تلاحظونه، يعني لن يظهر لكم في الشرح فلم تقوموا برؤية الفرق. وإلى هنا قد وصلنا لنهاية الفيديو، أرجو منكم اللايك وسبسكرايب وشير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.